اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتي قناه لايفز اوف دوجز. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناه. النهارده موضوع حلقتنا عن الميكروشيب والبيدجري. طبعا كتير مننا بيخش صفحات بيع الكلاب وبيشوف ان في كلب مثلا معروض للبيع معاه ميكروشيب وبيدجري. في ناس بتسال يعني ايه الحاجتين دول. طبعا الحاجات دي ليها ثمن بالنسبه لكلب بيتباع ومعاه الحاجات دي، غير الكلب اللي بيتباع ومعهوش اي حاجه من الحاجات دي. الحاجات دي اللي هي اوراق الكلب، النسب بتاع الكلب اللي هو البيديجري، والميكروشيب ده اللي هو الاي دي بتاع الكلب. طيب ازاي بيتعامل الميكروشيب ده وازاي بيبقى فيه بيديجري؟ الميكروشيب ده عباره عن حقنه بياخدها الكلب تحت الجلد في رقبته مثلا، بتعمل اي دي زي باركود كده. الباركود ده بينكشف عند دكتور بيطري وبيبقى معروف ان فيه اي دي للكلب ده. ده بيسمى الميكروشيب. مش شرط للكلاب بس، ممكن للكلاب والقطط بيتعمل لهم الميكروشيب ده. بالنسبه للبيدجري، البيدجري ده عباره عن النسب بتاع الكلب. يعني لو جبنا جرو استوردناه او خدنا جرو اشتريناه معاه الميكروشيب والبيدجري، هتلاقي البيدجري بتاعه في سلالة الكلب ده، أجداده، أبوه وجده وجد جده وهكذا، ونسل السلالة دي. نسل السلالة دي لو فيها بطولات، واخد بطولات مثلا شو، بتبقى موجودة إن جد الكلب ده أو أبو الكلب ده اسمه فلان الفلاني وواخد بطولة شو مثلا، فبتلاقي تعرف أنت سلالة الكلب بتاعك اللي أنت بتشتريه ده سلالته أجداده كانت إزاي وصفاتها كانت إيه، لو فيها نسبة ذكاء فبرضه بتبقى موجودة في الجرو اللي انت بتشتريه. الحاجات دي كلها بتأكد لك ان السلالة اللي معاك سلالة نقية والنسل بتاعها نسل كويس جدا وكان واخد بطولات وحاجات زي كده، وبالجينات اللي بتحملها الفصيلة دي. فعلشان كده بيبقى سعر الكلب اللي هو معاه الميكروشيب والبيدجري بيكون اغلى من سعر الكلب اللي معهوش اي حاجة خالص. كده عرفنا معنى ميكروشيب اللي هو زي ما قلنا الاي دي بتاع الكلب او الباركود اللي بيبقى تحت جلد الكلب، والبيديجري اللي هو النسب بتاع الكلب. كده لما تيجي تخش اي صفحه بيع كلاب هتبقى عارف يعني ايه كلب معاه ميكروشيب ويعني ايه معاه بيديجري. يا رب نكون استفدنا بحلقه النهارده، واشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.